تم عقد اجتماع فريق الجهد الخدمي الهندسي بحضور رؤساء الفرق المحلية للمحافظات. ناقشنا من خلال هذا الاجتماع نسب إنجاز المشاريع المتحققة، وكذلك ترشيح عدد من المشاريع ضمن خطة العام 2025 لغرض إدراجها كملحق لخطة عام 2024، كون هذه المشاريع ضاغطة وهناك طلبات من قبل المواطنين لسرعة المباشرة فيها. أيضا ناقشنا تقرير ديوان الرقابة المالية بعد أن تم تعميمه على الفرق المحلية وفريق بغداد. كان هناك بعض الملاحظات متعلقة بأمور شكلية، منها البرنامج الزمني وكذلك بعض المخططات في مشاريع الجهد، تم التوجيه بضرورة تلافي هذه الملاحظات مستقبلا. أيضا ناقشنا ضرورة الإجابة على ملاحظات المكاتب الاستشارية والجهات الرقابية، وأن تكون هناك إجابات دقيقة معززة بالصور والمعالجات الموثقة. كذلك هناك توجيه من قبل دولة رئيس الوزراء المحترم بضرورة السيطرة النوعية على الأعمال والتنفيذ وفق المواصفات. هناك قسم للسيطرة النوعية في وزارة الإعمار والإسكان، وجه معالي وزير الإعمار بضرورة الكشف الموقعي على جميع أعمال فريق الجهد الخدمي لغرض معاينة هذه الأعمال، وكان هناك فحص الكور لمعرفة طبقات التربة والسبيس والتبليط، وكانت الفحوصات ناجحة وجيدة. ووجهنا بضرورة التعاون مع فرق المتابعة وفرق الإشراف التابعة لمكتب رئيس الوزراء والجهات الرقابية الأخرى. اجتماع الجهد الهندسي للفرق المحلية بحضور بعض أعضاء الفريق الجهد الخدمي ومدراء البلديات والقطاعيات المحلية. تم مناقشة المشاريع المتلكئة سابقا بالنسبة للجهد الهندسي، وتم تذويب أغلب المعوقات عن طريق هذا الاجتماع بعبورنا للبيروقراطية المتحققة ضمن كتابنا وكتابكم، فأصبح الكتاب على شكل طاولة وأنشأنا بحلول حقيقية بالنسبة لقضية العمل الهندسي الميداني، أو كان عن طريق التمويلات أو المشاريع المتلكئة ضمن الشركات المحالة إليها هذه الأعمال. وتم تذويب أغلب المعوقات التي تطرحها الأخوة مدراء البلديات ورئيس فريق الجهد في بغداد. أيضا كذلك كانت هناك معوقات في المشاريع التي كنا نعمل عليها من تعارضات ومن غيرها، و عملنا على كيفية إيجاد حلول حقيقية لهذه الأعمال، وإن شاء الله سيستمر الجهد بخطته السابقة وتنفيذها، والخطة الجديدة اللي هي خطة 24 خطة 25. وتم مناقشة هذه المشاريع وكيفية استهدافها كمستهدفات حقيقية للمناطق التي تحتاج إلى خدمة.